اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن حلقه كل ما بننزلها في المنتدى بتاخد اعلى تصويت، فهنتكلم عنها وهنتكلم عنها كمان بالشكل اللي انتوا اخترتوه. معانا كل الابراج، الحلقه باختصار كده ابراج عندها القدره ان هي تخفي مشاعرها بالترتيب طبعا لحد ما بنوصل لمتصدر الترتيب. ولكن حاجه يعني سريعا كده عشان نوضح طبيعه حلقتنا، محدش رجاء يربط بين الغموض وبين موضوع حلقتنا ده. الغموض يعني معناه شخص بيتعامل مع المحيط، مع المجتمع، مع اللي يعرفه واللي ما يعرفوش بغموض، شخص غامض. بينما حلقتنا بتتحدث عن اللي هو بيحمل لك مشاعر حقيقية أو بالفعل في مشاعر جواه تجاهك وبيقدر ان هو يخفيها. خلي بالكم الموضوع ده صعب جدا، ان انت تبقى بتحب حد وتقدر ان انت تبين ان انت ولا في اي حاجة. صعبة جدا الحكاية دي. يعني الغموض عادي جدا يكون ما هوش مصحوب بحب او اي نوع من انواع المشاعر، بينما حلقتنا النهاردة بتركز على الابراج اللي في قلبها مشاعر حقيقية تجاهك. يعني صراحة كده عشان نعطي كل ذي حق حقه، الأبراج اللي بتتمتع بالملكة دي تستحق الإعجاب. يعني الحلقة دي مش هنقول إن هي مثلا حلقة محدش يتكلم عنها قبل كده، ولكن هي حلقة يعني محدش يتكلم عنها بالشكل اللي هنتكلم عنه ده. هنركز على تفاصيل أكتر وهنركز على حاجات جوهرية أكتر، وصفات تساعدنا أكتر وتفهمنا أكتر الموضوع ده. وسريعا في البداية يلا بقى ندوس اللايك التشجيع عشان نوصل الحلقة دي لأكبر قدر من الناس. ولو انت لسه جديد عرفنا بنفسك علشان نرحب بيك، ولو لسه ما اشتركتش اشترك واضغط على زر الجرس اللي هيظهر لك عشان نفضل متواصلين مع بعض. بينا بقى ناخد البرج اللي معانا في المركز ال 12 ونتعرف عليه. يلا بينا. في المركز ال 12 حد توقعه هو برج الحمل الناري اللي هو برج، يعني شوفوا يعني بصراحة كده احنا مهما عملنا ان احنا مش باين علينا وان احنا ما بنحبش، مشاعرنا دايما بتفضحنا. برج الحمل سواء راجل سواء ست ما هوش متمرس ابدا في اخفاء مشاعره لما بتكون موجودة جواه. يعني الحلقة دي او الموقف ده بيذكرني بأول ارتباط عاطفي لما حبيت ان انا أصارح يعني الطرف الآخر، وكنت فاكر إن محدش يعني عارف مشاعري دي غيري ومحدش حاسس بيا. فوجئت إن هي بتقولي من أول يوم وأنا كنت حاسة بكل اللي جواك. فإحنا أبراج الحمل يعني لما نقارن كده ببقية الأبراج هناخد المركز الـ 12. بينا بقى عشان ما نطولش وناخد المركز الـ 11 ونتعرف عليه. يلا بينا. في المركز الـ 11 من نفس فصيلتنا وقريب مننا قوي في النقطة دي، ولكنه طبعا أكتر شوية يعني أكتر سن حاجة بسيطة كده، هو برج القوس الناري. سواء راجل سواء ست، صراحته الشديدة وانفعاله الشديد، وأضف على ذلك طبيعته النارية الغالبة طبعا بتؤهله جدا إن هو أيضا زي برج الحمل كده ما يكونش متمرس في النقطة دي، وهي نقطة إن هو يخفي المشاعر اللي هو بيحس بيها. بينا بقى ناخد البرج اللي في المركز الـ 10 عشان نكمل الثلاثي الناري. فناخد معانا برج الأسد الناري اللي متأثر بشكل كبير قوي بالبرجين سواء الحمل أو القوس، نظرا طبعا للصفات الكتيرة والطبيعة النارية اللي بتجمعهم التلاتة. يعني احنا ممكن نقول لك حاجة واحدة عن برج القوس الناري سواء راجل سواء ست، ابتسامته بس كفيلة ان هي تقول لك كل حاجة. البرج ده على فكرة بيتمتع بابتسامة معبرة جدا وملفتة جدا، بينما برج الأسد الناري في النقطة دي واضح قوي وبيبان عليه قوي، ومهما حاول ان هو يداري ما بيعرفش. دي الخلاصة. يعني تعالوا بقى ناخد ايه برج اقوى شوية بقى في الموضوع ده، البرج اللي في المركز التاسع معانا ونتعرف عليه. يلا بينا. مهما حاول ان هو يخفي او يداري ما بيعرفش. الرومانسية اللي عنده والإحساس العالي اللي عنده واحتياجه الدائم للعاطفة سواء راجل سواء ست دايما بيخلي يلاحظ عليه مشاعره اللي جواه. اكيد عرفتوا ان احنا دلوقتي بنتكلم عن برج الحوت المائي. برج الحوت برج عاطفي ومن الدرجة الاولى، عاطفي ومن الطراز الاول، فدايما مشاعره بتبان عليه بشكل او باخر. ولكن عشان نكون منطقيين هو يعني اكتر شوية او يقدر ان هو يخفيها شوية طبعا اكتر من الثلاث ابراج اللي جم قبله، لان احنا كل ما بنطلع لفوق بناخد طبعا برج اقوى
وأقدر في التمرس على النقطة دي. لو احنا بنتكلم في الغموض هيجي طبعا من المراكز الأولى، بينما لما ناخد البرج اللي معانا في المركز الثامن هيجي معانا في المركز الثامن، وهو برج السرطان المائي. ما ينفعش أبدا البرج ده اللي بيشتعل بالمشاعر يقدر إن هو يداري لو حب. برج مفطور ومن صفاته الأساسية الحب والعاطفة، أيضا برج عاطفي من الدرجة الأولى، فإزاي لما هيحب هيقدر إن هو يخبي أو هيقدر إن هو يداري؟ لازم هيبان عليه نظرته هيبان عليها، طريقته في الكلام، إحساسه. برج السرطان كتلة من المشاعر والأحاسيس المعقدة، معقدة بمعنى كلمة معقدة. فإزاي برج يبقى عنده كمية المشاعر دي كلها ويقدر إن هو يداريها أو يخفيها؟ وعلى فكرة يا جماعة عشان برضو ما يختلطش علينا الأمر، الأبراج دي كلها كده ترتيبا أنت مش هتشعر منها بأي حاجة إلا لو كانت بتحبك. يعني لو برج السرطان مش بيحبك وضع طبيعي جدا إن أنت مش هتشعر منه بحاجة، فنخلي بالنا من النقطة دي. ولما بتحب أوي كمان، أوي لدرجة إن هي ما بتقدرش إن هي تداري. مش بقول لكم إن هو موضوع يستحق الإعجاب لما ناخد المراكز الأولى معانا اللي بتقدر إن هي تتغلب على النقطة دي. بينا بقى نتعرف على برج أقوى شوية في النقطة دي، وهو البرج اللي في المركز السابع، يلا بينا. لكن كمان أنا عايز أقول لكم حاجة قبل ما ندخل على المركز السابع، إن برج السرطان رغم إن ممكن لما يحب يبان عليه قوي، إن هو أيضا من الأبراج اللي بتعرف تعمل كنترول قوي على عواطفها، لأنه من الأبراج اللي مش بتثق في حد بسهولة. يعني من الأبراج اللي صعب جدا إن أنت تنال ثقتها. وكمان عايز أقول لكم حاجة، إن من أول السرطان لحد المركز الأول كلهم أبراج يعني قوية جدا في النقطة دي جدا. لما ناخد دلوقتي في المركز السابع برج الميزان، برج الميزان من الأبراج المتمرسة على فكرة في حاجة زي كده، ولكن احنا لازم نرتب. فلما هنرتب هنجيبه في المركز السابع معانا، برج الميزان الهوائي سواء راجل سواء ست، بأسلوبه يقدر يوهمك ان انت مش في تفكيره، ويقدر بشكل كبير قوي يتحكم في مشاعره الداخلية. المركز السادس معانا كلهم قريبين بقى من اول السرطان وطالع، كلهم قريبين جدا من بعض، الفوارق بينهم تكاد لا تذكر يعني. ولكن في المركز السادس معانا برج العقرب المائي. برج العقرب يا جماعة مهما كان هو برج عاطفي، وأيضا هو برج لما بيحب قوي وبجد بيبان عليه، بس برج العقرب ممكن تاخد فترة على ما يبان عليه. بس اللي عايزين نقوله لك إن هو هيبان عليه عاجلا أم آجلا، بس ممكن مش من الأول، ممكن مش بسرعة. إذا اللي يخلي برج العقرب يعني يتفوق التفوق الطفيف ده على السرطان والميزان ويجي في المركز السادس هو عامل الوقت، بس إن هو ممكن في الوقت شوية تاخد وقت على ما تلاحظ عليه. ومع ذلك هو زيه زي برج السرطان كده من الأبراج اللي بتقدر أوي إن هي تعمل كنترول على العاطفة عندها حتى لو كان بيموت فيه. وكعادتي دلوقتي داخلين على المركز الخامس، كعادتي بحب دايما اقول لكم توقعوا معايا الترتيب من الخامس للاول هيكون ازاي، ولا سيما التاني والاول. بيعجبني دايما ذكائكم وتوقعاتكم اللي غالبا بتكون صحيحة. وخلينا نذكر ونقول اللي نسي ان هو يدعمنا بلايك، يدعمنا بلايك مش هيخسروا حاجة. عايزين نوصل الفيديو ده لأكبر قدر من الناس بتشجيعكم طبعا. بينما معانا في المركز الخامس برج الجوزاء الهواء. شوفوا بقى احنا بدأنا ندخل في الأبراج المعقدة والأكثر تعقيدا في الموضوع بتاع حلقتنا ده، وإن كان بدايتها أو بداية الأبراج المعقدة من برج السرطان مش من برج الجوزاء. خلينا نكون منطقيين، برج الجوزاء صعب جدا إن هو يحب، وصعب جدا إن هو يسلم مفاتيح قلبه لحد. ولكن لو حصل وحب بجد وكان حب حقيقي، انت عارف ايه اللي هيخلي برج الجوزاء يبان عليه؟ كثرة الاهتمام. برج الجوزاء هيبان عليه لانه هيهتم قوي بشكل كبير قوي بنفسه وبيك، البرج اللي دايما العلاقة كده يعني ماشية مع بعضها في الحب قوي، يهتم بيك قوي ويهتم بنفسه قوي. فدي من الحاجات الملفتة قوي اللي ممكن تخليه يبان عليه عندما يقع في الحب طبعا.
طبعا يعني كمان عشان نوضح الجزئية دي ونحاول ان احنا نفهم اكتر الجوزاء، ده كله هيجي من ان هو برج اساسه وطجة، فما بالك لو كان بقى الحاجة دي هو بيحبها، فاكيد هيبقى عايز ان هو يعرف كل حاجة عنها وعنده فضول كبير قوي. الفضول ده بقى هو اللي ممكن يبين عليه، غير كده صعب قوي على فكرة ان انت تلاحظ على برج الجوزاء الهوائي. بينا بقى ندخل على المركز الرابع ونتعرف عليه، والأبراج دي كلها يعني الفوارق بينها زي ما قلنا طفيفة جدا، بس يلا بقى ناخد البرج اللي في المركز الرابع ونتعرف عليه. يلا بينا. الجدي الترابي، سواء راجل سواء ست، شوف أنا عايز أقول لكم حاجة، من أول الجدي كده لحد المركز الأول الأبراج دي لو بتموت فيك، بمعنى كلمة بتموت فيك، تقدر أو إن هي ما يبانش عليها أي حاجة ولا أنت تعرف أي حاجة إلا لما هي اللي تيجي تقول لك بشكل مباشر. الأبراج دي عندها قدرة فظيعة فظيعة، بمعنى كلمة فظيعة، مش في إخفاء مشاعرها، ده في دفنها تحت الرمال أو دفنها تحت التراب. الجدي سواء راجل سواء ست نشيط وقوي الملاحظة وسريع ومش متسرع أبدا في إبداء مشاعره في العاطفة، بس مش هنقول أكتر من كده، احنا كده قلنا الحاجة يعني أو الكلام اللي يوضح كتير قوي. تعالوا بقى ناخد برج أقوى سنة، سنة بسيطة قوي تكاد لا تذكر، من برج الجدي اللي بيجي معانا في المركز الثالث. يلا بينا. في المركز الثالث حد توقعه هو برج الثور الترابي، سواء راجل سواء ست، وعشان ما نتكلمش كتير ونتوه واحنا بنتكلم، احنا هنقول صفة واحدة في برج الثور الترابي سواء راجل سواء ست تعرفك هو ليه بيجي في المركز الثالث في موضوع حلقة زي دي. برج الثور سواء راجل سواء ست لو حب شخص وكان بيموت فيه، عايز اقولك ان هو ممكن يقعد سنوات وما يكلموش وما يصرحوش، ويبقى متعمد ان مفيش اي حاجة تبان عليه، بس كده. بينما في المركز الثاني معانا حد توقعه هو برج العذراء الترابي، وايضا عشان ما نتكلمش كتير ونحاول ان احنا كده نجيب تعبير يعني يوجز اللي احنا عايزين نقوله ويفهمكم ليه العذراء تحديدا بيجي معانا في المركز الثاني. العذراء شفت كده المجموعة الترابية بتاعته سواء الجدي او الطور اللي جم قبله في الترتيب، نفس الصفات كده، بس اضف حاجة كده يعني حاجة ملفتة قوي اسمها اللامبالاة. اللامبالاة عند برج العذراء سواء راجل سواء ست هو متمرس جدا فيها، ويقدر ان هو على فكرة يوجدها متى شاء. دي بتخليه من الابراج القادرة جدا على عدم ابداء مشاعرها، هو من اكثر الابراج تمرسا في استخدام ما يسمى باللامبالاة. وكمان الابراج اللي سبقت برج العذراء دي عندها قدرة كبيرة ان هي تستخدم اللامبالاة، ولكن اللامبالاة بتاعت برج العذراء بتبقى مصحوبة بنوع من أنواع البرود اللي هو متعمده على فكرة، فده اللي بيخليه يتفوق عليهم التفوق الطفيف ده في الترتيب. بينما آخر برج معانا متصدر الترتيب واللي هيجي طبعا على رأس الأبراج دي كلها هو برج الدلو الهوائي، سواء راجل سواء ست. بينا بقى نتعرف كده بشكل سريع على الأسباب اللي تخلي برج الدلو يتصدر معانا الترتيب في حلقة النهاردة. طيب باختصار كده عشان برضو ما نطولش عليكم، عايزين أيضا نجيب تعبير يوجز اللي احنا عايزين نقوله. برج الدلو سواء راجل سواء ست من الأبراج اللي تقدر إن هي تخلع قلبها ده تخلعه وتحطه كده، تشيله يعني وتحطه على جنب كده وتقول له خليك كده شوية مع نفسك لحد ما اشوف قراراتي واتجاهاتي هتبقى عاملة ازاي، وبعدين نبقى نرجع لك. برج الدلو هو اقدر الابراج ان هو يعمل حاجة زي كده، وبالتالي العاطفة مش المتحكم الاول ابدا فيه وفي طباعه، ولذلك يستحق وبجدارة ان هو يتصدر الترتيب في موضوع حلقة زي دي. طبعا اتمنى ان انا ما كنتش طولت عليكم، واتمنى الحلقة دي تكون نالت اعجابكم وافادتكم، وكالعادة اكتبوا لي ارائكم وتعليقاتكم، انا تقريبا بقرا كل التعليقات بتاعتكم، وشيء بيسعدني جدا ان انا من خلالها بقدر ان انا اتعرف عليكم، وعرفت كتير قوي وحابب اكيد ان انا اعرف اكتر واكتر. وتاني بذكر للمرة الاخيرة اصدقائنا اللي اتفرجوا ونسيوا ان هم يدعموا الفيديو بلايك، يا ريت يدعموه بلايك، عايزين الفيديو ده يعني يوصل لاكبر قدر من الناس، واكتبوا لي طبعا ارائكم ومشاركاتكم، ويلا بينا بقى نروح على المنتدى عشان تختاروا معايا الحلقة الجديدة اللي حابين ان هي او ان احنا نتكلم فيها هتكون ايه.
هتوحش.